خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس. أهلا بيكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم إيمان كنيستي. معاكم هنكمل النهاردة الإنسان في الأديان، واتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الإنسان في العهد القديم، وشفنا أن ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله، وعرفنا أن ربنا خلق الإنسان بمميزات عن أي مخلوق آخر، اداله إرادة حرة، اداله حكمة، اداله يعني يتحمل نتيجة تصرفاته، ليه كل الحرية في أي تصرف. وشفنا في الإسلام أن سمى الإنسان خليفة الله، لكن النهاردة هنكمل معاكم ونستفيد في الإنسان الجديد في المسيحية. وربنا غير وضع الإنسان إزاي؟ من أنه كان عبد الأول أعطاله البنوة. اسمحوا لي أرحب بقدس أبونا القمص سيداروس عبد المسيح، كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار، كولومبوس أوهايو. برحب بيك قدس أبونا في حلقتنا النهاردة. شكرا يا تصوني، أهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين وأهلا بقناة لوغوس كلها. أهلا بيك قدس أبونا. إيه النقلة الغريبة أو الجميلة اللي اتنقلها الإنسان بعد الصليب وبعد تجسد المسيح، واداله لسنا بعد عبيد لكن أصبحنا أبناء لله؟ في يوحنا 10:10 رب المجد بيقول أتيت ليكون لهم أفضل. إذن الإنسان بعد المسيح مفروض يكون أحسن بكتير جدا من الإنسان قبل المسيح. رغم أن العهد القديم قال أن الإنسان مخلوق على صورة الله في التكوين 1:26 و27، إلا أن الإنسان مخلوق على صورة الله يشبهه ولا يساويه. أما المسيح له المجد فهو صورة الله يساويه ولا يشبهه. فرق كبير خالص. فرق كبير جدا بكلمة على صورة الله وصورة الله غير المنظور. الذي هو صورة الله غير المنظور. فيبقى الإنسان يشبهه لا يساويه. المسيح يساويه ولكن لا يشبهه. عشان كده 318 المجتمعين في نيقيا سنة 325 أريوس كان عايز يقبل قانون الإيمان كله، بس كلمة مساوي للآب في الجوهر تبقى مشابه للآب في الجوهر. وفي اللغة اليونانية تهد العقيدة المسيحية كلها، يعني خلاص بقى نبي بقى، يعني ما بقاش الله اللي ظهر في الجسد. وما طبعا دي يبقى رجع المسيح على انه يبقى ادم الاول ما يبقاش ادم الثاني. يعني حتى في النص اليوناني انا بس مش متذكره، مشابه ومساوي تختلف حرف. حرف واحد، زي مثلا كلمه خريستوس باليوناني يعني المسيح، خريستوس بدل اليوتا تبقى ايتا يعني الصالح. ونفس الليترز كلها. لكن نيجي هنا نتكلم عن الإنسان في المسيحية، عايز أخد 7 نقط، وممكن حضرتك يعني النقط اللي تحبي إن احنا نستفيد فيها نراجعها نعديها.
أول حاجة أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الحر في الكون كله. نمرة اتنين، لأنه المخلوق الحر فهو المخلوق الوحيد العاقل في الكون كله. صح، ما ازاي هيديله حرية إرادة يتصرف لو مش عاقل؟ هيبهدل الدنيا طبعا. نمرة تلاتة، فهو المخلوق الوحيد المريد الذي يخطئ في الكون كله. نمرة أربعة، فهو المخلوق الوحيد الذي يمتلك الضمير في الكون كله. يعني وازع الضمير مش موجود في كائن تاني. بالظبط. تلاقي مثلا أسد افترس إنسان والإنسان مات، أهله عمالين يصرخوا والأسد نايم تحت الشجرة وبياكل. زي برضو بيقولوا إن واحد ماشي في الصحراء وبعدين لقى أسد فخاف، ارتعب، ركع كده وقعد يصلي لربنا عشان ربنا ينجيه من الأسد. خلص الصلاة لقى الأسد التاني راكع وبسط إيديه القدامين ومغمض عينيه وبيصلي. استنى لما خلص صلاة قال له انت كمان بتصلي؟ قال له اه. لو طب انا بصلي لربنا عشان ينجيني منك، طب بتصلي ليه؟ قال له متعود اصلي قبل الاكل. مفيش فايدة، هياكل وهياكل. انا متعود اصلي قبل الاكل. نمرة خمسة، احنا قلنا الانسان هو المخلوق الحر في الكون كله، العاقل. المخلوق العاقل في الكون كله، المخلوق المريد الذي يخطئ في الكون كله، المخلوق الذي يمتلك الضمير في الكون كله. نمرة خمسة، المخلوق الوحيد الذي سيدان. بالظبط، مع النتيجة لكل اللي خدوا قبل كده لازم يقف قدام الديان، فهو الوحيد اللي هيدان، كل ما لا يدان لا دينون الآن. نمرة ستة، هما بينتهي، أي مخلوق أخرى بتنتهي بالموت فمش هيقوم. نمرة ستة، لأنه المخلوق الوحيد الذي سيدان هو المخلوق الوحيد الذي سيقوم. نمرة سبعة، فهو المخلوق الوحيد اللي ليه أبدية. مظبوط مظبوط، فدول السبع مراحل. بس هما كلهم مترتبين على بعض، فنبتدي واحدة 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 حسب وقتنا ما يسمح. إن شاء الله. أول حاجة أنه المخلوق الوحيد الحر. واحد يقول لك طب لما ربنا يعرف المستقبل ويعرف اللي هيحصل من آدم، طب ليه ما خلاش آدم ما يعملش كده؟ نقول آه، كان ربنا هيمنع آدم من الغلط لكن يحرمه من نعمة الحرية. فاستحالة أن ربنا يديني حاجة على حساب حاجة. كلمة جميلة قالها أغسطينوس، قال الله قبل أن يخلق آدم قرر أن يفديه، لأن عارف آدم هيعمل إيه. طبعا طبعا. طب أنت دلوقتي يا رب تفرمل آدم ويبقى آدم out of his control؟ لا، أنا كده حرمته من الحرية. أنا مديله الحرية يعمل اللي هو عايزه، فمش عشان خاطر أن أنا أمنعه من الغلط أحرمه من الحرية، أسيبه في الغلط وأسيبه في الحرية وعالجها بطريقتي. بالظبط. فقبل أن يخلقه قرر أن يفديه. كلمة جميلة القديس أغسطينوس. الحرية دي بقى مش موجودة في أي حد في الكون كله، كل الكون مقيد بحاجة اسمها الغريزة أو القانون الطبيعي. المخلوقات غير العاقلة زي الأجرام السماوية والكواكب والشمس والقمر والطبيعة محكمة بالقانون الطبيعي، عشان كده ما بتغلطش أبدا. صح. ما بيجيش مثلا الشمس معادها الساعة 6:03 تطلع 6:04 أو 6:02، لا هي التلاتة هي التلاتة، ما بتغلطش أبدا لأنها محكمة بالقانون الطبيعي. المخلوقات العاقلة، المخلوقات الحية غير العاقلة محكمة بالغريزة، فعشان كده برضو الغلط فيها قليل جدا. في مرة بتكلم مع واحد بيدرس علشان يبقى طيار، قال لي معلومة كنتش اتصورها، قال لي أأمن وسيلة مواصلات دلوقتي الطيارة. قال لي 10,000 رحلة بتطلع منهم رحلة غلط بتعمل حادثة،
لكن في التنقلات البرية كل 1000 رحلة تطلع رحلة، يبقى أأمن وسيلة. يعني دلوقتي حاليا أنا لما برمي نفسي على الطبيعة بتبقى أحن علي من برمي نفسي على إنسان. فدي نمرة 1، إن هو المخلوق الحر. نمرة 2، المخلوق الوحيد العاقل. صحيح العقل كان ليه جوانب حلوة جدا في الإنسان، إن هو اللي طور الإنسان وطور المملكة اللي عايش فيها الإنسان، فالإنسان هو اللي يطور الحيوان، فالعقل هو اللي بيعمل كده. لكن العقل ليه أضرار كثيرة جدا. هل المسيحية تمنع العقل؟ الناس تفكر إن المسيحية إيمانه بس. إيمانه بس. لا بالعكس، أصل في عقائد أنا يجي عندها العقل يتوقف. ما احنا بنقول في حاجة توافق العقل، في حاجة تضاد العقل، في حاجة تفوق على العقل. بالظبط، احنا مش كده بنحط عقلنا تحت الإيمان. واحد زائد واحد يوافق 2 يوافق العقل، 1 + 1 يساوي 17 ضد العقل. فأدي يوافق العقل أو ضد العقل. أما لما أجي أتكلم في الإيمانيات، أغسطينوس قال كلمة جميلة جدا، قال الإيمان يسبق العقل والعقل يسبق الإيمان، وإني أؤمن كي أتعقل. يبقى إذن العقل ده نعمة، بس مش شغلة العقل إني أنا شغله في المجالات الإيمانية. شغلة العقل إنه هو بتاع المجالات الدنيوية، يساعدني في ترتيب أمور. ما إيه مقولة يا أبونا ربنا عرفوه بالعقل؟ دي بقى ربنا عرفه حاجتين بالعقل، وجوده وتوحيده. الاتنين دول أنا مش محتاج لوحي ينزل من السماء يقول لي الله موجود، ومش محتاج وحي ينزل من السماء يقول لي الله واحد. اقول له الاثنين دول عقلي يقدر يوصلني ليهم. في حاجه تانية في ربنا غير وجوده وتوحيده اكتر من كده؟ يعني موجوده في ربنا بس انا ما اعرفهاش؟ يقول له التسديس. اقول بس يبقى ده الايمان. يبقى هنا العقل يقول لك انا اكتر من كده ما اقدرش اكمل، انا اكتر من كده ما اقدرش امشي معاك. وجود الله اثبت لك وجود الله، توحيد الله أثبت لك توحيد الله، لكن التثليث والتوحيد لا، ده تاخده عن طريق الإيمان. فيبقى الإيمان يسبق العقل والعقل يسبق الإيمان، وإني أؤمن كي أتعقل، هذا ما قاله أغسطينوس. فيبقى نمرة 2 الإنسان هو المخلوق الوحيد العاقل في الكون كله، وعشان كده هو المخلوق الوحيد اللي أخطأ. يعني الخطية اللي حصلت بتاعت آدم مفيش طرف تاني مع الإنسان عمل فيها حاجة، يعني كان هو الإنسان والشيطان. فالكون كله مغلطش، اللي غلط هو الإنسان وجاب التعب لباقي الكون. حتى إن الوحوش اللي كانت مع آدم جوه الجنة عايشة معاه عيشة مشتركة، واللي يفيد من الأسد يأكلوا آدم، واللي يفيد من آدم يأكلوا الذئب، وكانوا كلهم عايشين بيأكلوا على صفرة واحدة. الإنسان توحش إمتى؟ بعد الخطية. الحيوان توحش بعد الخطية، لكن الكتاب المقدس كان بيسميه الحيوانات العظام، التنانين العظام، لكن ما فيش الطبع الوحشي. الطبع الوحشي ده جه بعدين، مكتسب وليس فطري. لأن قبل الخطية كان الإنسان حاطط الحيوان في قلبه، فكان الحيوان حاطط الإنسان في قلبه. بعد الخطية أصبح الإنسان عايز يحط الحيوان في بطنه، فالحيوان كمان حب يحط الإنسان في بطنه. وهنا حصلت طبعا إن كله تلوث. لما جه المسيح صلح من الطبيعة البشرية مش من الطبع البشري. فلما تتصلح الطبيعة أقدر أصلح الطبع. عشان كده الناس اللي بتعرف الدين، اللي بتدخل في المجال الديني، طبعها بيختلف عما كانت عليه من قبل. مر واحد على راجل
من القبائل التي كانت تأكل لحوم البشر والآه بيقرأ الكتاب المقدس. والراجل ده كان ملحد التاني، فقال له انت لسه بتقرأ في الكتاب ده؟ لقد هجرنا هذا الكتاب منذ زمن. قال له اعلم انه لولا هذا الكتاب لكنت الآن قد قمت وأكلتك. بالظبط، مفيش حد منعني عن أكل غيره. يعني إذن المسيح صلح في الطبيعة البشرية، دخل روحه القدوس جوه الناس عشان يصلح الطبيعة، ولما تتصلح الطبيعة يتصلح الطبع. ده واحد بسيط قال لي كلمة حكيمة، قال لي الإنسان لما يموت روحه تطلع، وبعد كده الروح ما تطلع روحه يطلع طبعه، الطبع الوحش يطلع بعد الروح. فاحنا كل الرحلة بتاعت الكنيسة مع شغلها في الناس تغيروا عن شكلكم، بتجديد أذهانكم، لأن لما تجدد من جوه هيتغير الشكل من بره. صح، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. نمرة ثلاثة، يبقى الإنسان هو الوحيد الحر في الكون كله، العاقل هو الوحيد العاقل في الكون كله. نمرة ثلاثة، عشان كده هو الوحيد الذي هو مريد ويخطئ في الكون كله. يعني هو يملك أن يخطئ ويملك أن لا يخطئ، يملك أن يفعل ويملك أن لا يفعل. لكن الحيوانات والطيور والنباتات لا تملك، بحيث أن هي لما تيجي وقت عمل غريزي ممكن تعمله أمام مرأة من الكل. واحنا بنعيب على الناس ليه ان هم اطلقوا العنان للغريزة ان يباشروها على مرأة ومسمع من الناس، لان الخطية بتاخد اتنين اسم مسميات، يا اما عيب يا اما حرام. لو الخطية حرام لا اعملها في السر، ولو خطية عيب لا اعملها في الجهر. لكن كوني سرا وجهرا اقدر اعمل اللي انا عايزه واقول دي الحريه اللي انا امتلكتها، وفريدم از ماي كونتري، لو قدرت كده يبقى الخطيه لا بقت لعيب ولا حرام. يبقى انا هو الشخص الوحيد اللي يفعل الخطيه في الكون كله. التجديف مش موجود الا عند الانسان، الكذب مش موجود الا عند الانسان، الحلفان مش موجود إلا عند الإنسان، الإدانة مش موجودة إلا عند الإنسان، السرقة مش موجودة إلا عند الإنسان، الزنا مش موجود إلا عند الإنسان. حتى الزنا بكل صوره الدنسة الأيام دي بالناس، يعني الشواذ وغيرهم، بيقولوا مش موجودة حتى في الحيوان الخطية دي. ما يرضاش، ما يقبلش ده. فيعني احنا او الانسان وصل لدرجة يعني من الخطية بشعة. يعني لو جبتي مثاليين في الكائن الواحد بعيدا عن الانسان، ما يتقبلوش. مش ما يرضاش يعمل الخطأ ولا ما يقبلش يعمل الخطأ، ما يتمكنش. لا تساعده الطبيعة، الإنسان هو اللي بيتفنن كيف يعمل الخطأ وكيف يعمل ما فوق الخطأ. بالضبط، وعشان كده الكتاب المقدس قال تصورات قلبه إنما هي شريرة كل يوم. يعني حتى بيخترع في الخطية، بيخترع على مستوى، لكن لما تيجي الكائن الآخر حيوان كان أو طير أو نبات ما عندوش الكلام ده كله ولا يقدرش يعمله. إذا الخطية دي موجودة في عالم البشر بس. ندخل في النقطة الرابعة، الضمير. الضمير مش موجود غير عند الإنسان، بس نقدر نقول إن كل إنسان في حاجة اسمها الضمير. دي ما ترتبطش إن ده مسيحي أو مش مسيحي، لا لا، الضمير موجود عبارة عن صوت الله اللي بيتكلم جوه الإنسان. حتى إن بعض الآباء سموه شريعة سيناء المطبوعة جوه الإنسان مش المكتوبة. لكن طبعا الضمير ممكن أن يتلوث
وبولس الرسول قال إني بضمير صالح، يبقى في ضمير غير صالح، إني بضمير صالح أعبد الله إلى هذا اليوم. يبقى ده الضمير الصالح. في أنواع تانية، في ضمير واسع وفي ضمير ضيق. الضمير الضيق هو الذي يصفي عن البعوضة، والضمير الواسع هو الذي يبلع الجمل. ففي ضمير واسع قوي وفيها ايه وعشان وليه يعني؟ طب ما كل الناس بتعمل كده وتعدي. وفي ضمير الضيق اللي بنسميه الموسوس، الوسوسة، فده يصفي عن البعوضة، ده الضمير الضيق. التاني يبلع الجمل، ده الضمير الواسع. وإيه اللي بناتهم بأول ضمير اللي حالي؟ بناتهم اللي وإني بضمير صالح أعبد الله إلى هذا اليوم. الاستجواب اللي قاله بولس الرسول أمام الوالي. نيجي بعد كده طبعا، هل ذكر الضمير في الكتاب المقدس؟ في قول رب المجد كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. مين الخصم ده اللي معايا في الطريق؟ الخصم اللي معايا في الطريق هو الضمير، لانه ماشي معايا. انا اقول يقول لي لا، انا اقول لا يقول لي يبقى ما دام كده يبقى اختصم الموضوع. يعني هو دلوقتي اصبح جبهه معارضه موجوده جوايا، زعيم المعارضه في داخلي هو هذا الضمير. فرب المجد سماه كن مراديا لخصمك ما دمت معه في الطريق. والضمير ده اللي كان يعني قبل الروح القدس هو اللي كان بيقوم بعمل الروح القدس في الانسان، يعني كان يبكت انسان على خطيه، يعني كان بيقوم بهذا الدور ده ربنا حطه في الانسان من اول ما خلقه. عشان كده لما جه رب المجد دعم اولاده بالروح القدس، وساب الضمير عند الباقين، ما سحبش نعمة الضمير منهم، علشان برضو يبقى فيه صوت لربنا موجود يرن في أذان حتى غير المؤمنين. لكن بالنسبة للمؤمنين ده لهم حاجة جديدة. يبقى إذن الإنسان، كل الإنسان في ضمير، لكن أولاد الله الروح القدس هو الذي يبكت، والروح القدس هو الذي يرشد، الروح القدس هو الذي يذكر ويعلم. وعندنا الثلاث آيات، لا تقاوم الروح، لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح. فطبعا الروح القدس اللي موجود في داخلنا. طيب يعني هنكتفي بكده الحلقة دي يا ابونا، يعني قول لنا بسرعة، هم احنا قلنا اتكلمنا عن ثلاث أربع حاجات. الإنسان هو الوحيد الحر، الإنسان العاقل، المريد الذي يخطئ، الإنسان يمتلك الضمير. لذلك الإنسان هو الوحيد الذي سيدان، ما فيش حد غيره هيقف قدام كرسي الدينونة. دينونة للبشر بس. عشان خاطر هو هيدان لازم يقوم. يبقى الإنسان يموت، وزي ما قال سفر الجامعة، حادثة واحدة لكليهما، وإلى موضع واحد يذهب كلاهما، وموت هذا كموت ذاك، موت الحيوان كموت الإنسان. لكن ده يموت ويندفن وينتن ويعفن ويتحلل، وده يموت ويندفن ويعفن ويتحلل، لكن ده يقوم ده ما يقومش. بالظبط. عشان كده الإنسان هو المخلوق الأبدي. الأبدية مش يبقى فيها حيوانات، مش يبقى فيها نباتات، مش يبقى فيها طيور، هيبقى بس الملائكة والبشر. الإنسان. يعني عالم الروح وعالم الإنسان. الموضوع كان كبير وكان محتاج وقت أكبر من كده. لا هنكمله يا أبونا إن شاء رب، وعشنا في الحلقة الجاية، وهنكتفي بهذا القدر النهاردة في الإنسان والمسيحية. وبشكر قدسك جدا على حلقتنا النهاردة. أحبائي المشاهدين، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشنا، وحلقة جديدة من برنامجكم إيمان كنيستي. من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن
تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس.